صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل متابعين. النهاردة أول يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم جميعا الأيام بخير. النهاردة بنحتفل أول يوم العيد، دايما بنكون عند الحاجة عند ماما، بنحتفل نعمل ايه؟ فسيخ. يبقى دي الفسيخة اهو، ورنجة. في جزء عندنا بيحب الفسيخ وجزء بيحب الرنجة، وأغلبتهم بيحب الرنجة. النهاردة بقى نحتفل ونعمل الرنجة ونعمل الفسيخ، ووريها لكم ان شاء الله. بس البس الجوانتي عشان ما يبقاش ايديا طول النهار ريحتها، برضو مهما كان بتبقى ريحتها في رنجة. ويلا بينا، انا هعمل الحشو دي الاول. الرنجة هشويها على النار عشان سريعة تتقشر، واقشر الفسيخ. طبعا بنشيل الحاجات اللي فيه دي، القروش اللي هي فيها من فوق، وبننظفه وبنعمله الحاجة. الوقت اوريه لكم بعد ما خلص. ايه رأيكم بعد ما خلص الفسيخ؟ بص، في نوع بالليمون، عشان في ناس عايزة بالليمون وناس مش عايزة بالليمون. ودي الرنجة، ودي نوع رنجة تاني، وهو الفسيخ. نوعين فسيخ بطريقة مختلفة. ودي البصل، ودي الخيار، ودي الحاجات كلها موجودة. اتفضلوا بقى معانا، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعقبال كل عيد. وأقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.